المواد، تأمين المواد هاي يعني والله في صعوبة. نعاني في صعوبة في تأمين بعض المواد لقلة هذه المواد في الأسواق، يعني نعاني كثيرا من تأمين بعض المواد. والآن نحن أملنا ما يقارب 1000 سلة إن شاء الله عز وجل، وسنحاول تأمين 1000 سلة أخرى إن شاء الله أو 2000 حسب المستطاع أو حسب الإمكانيات إن شاء الله عز وجل. نتمنى من الأخوة والأهل في كل الدول الإسلامية أن يقوموا بمساعدتنا لتأمين أكبر عدد من السلع الغذائية للأخوة المواطنين، خصوصا نحن قادمين على شهر رمضان إن شاء الله عز وجل. نتمنى من الأخوة أن تضاعف لنا الجهود إن شاء الله عز وجل. طب بالنسبة للأسعار المواد يعني صار في فرق؟ والله فرق كبير جدا. الأسعار صار يعني أصبحت غالية جدا جدا. يعني كيلو السكر عم يكلفنا أكثر من 90 ليرة سوري. كيلو غاز عم كمان شي 120 ليرة سوري. يعني هذا الأسعار هاي أيضا تأخذ يعني من وقتنا وقت أكبر في تأمين المواد في السوق إن شاء الله. يعني بكم نسبة ارتفاع الأسعار؟ كم ارتفعت نسبة الأسعار؟ يعني أكيد أقل شيء 100%، أقل شيء 100% ارتفعت الأسعار. يعني ربما كان المبلغ الموجود يغطي مثلاً 50 سلة أصبح يغطي 25 سلة. أكيد، لأنه المواد أصبحت غالية ونادرة في الأسواق. يعني ما في عندنا مواد، أكثر شيء على المستقبل نحاول نستجلب المواد من عم نفتش على مناطق كثيرة حتى نستطيع تأمين هذه المواد. طيب في مكان غير هالمكان ممكن حدا يعمل لحتى نشوف؟ نعم، في عندنا اخوه في المستودع اخر ان شاء الله عز وجل يقومون بنفس الفعل. هذه المواد التي استطعنا ان نؤمنها، في عندنا ماده السمن، في عندنا السكر، في عندنا الرز، في عندنا بعض المواد التمر، في عندنا مواد الطحينه والزعتر، هاي كلها ان شاء الله استطعنا ان نؤمن ما يقارب 1000 سلة الان. ونحاول إن شاء الله تأمين 1000 أو 2000 سلة قدر الإمكان إن شاء الله عز وجل، ونحاول أن نوزع هذه المواد قبل بداية شهر رمضان لأن الناس كلها بحاجة. طيب بالنسبة للدعم، من أين تأتون بالدعم؟ الدعم الله عز وجل يسر لنا وهيئ لنا حملة إسلام ونعطاء إمداد للإغاثة والدعوة تبرعات من أهل قطر جزاهم الله عنا كل خير. فهذه الحملة إن شاء الله تبنوها أهل قطر الخيرين، ونسأل الله عز وجل القبول إن شاء الله عز وجل. لو سألنا أحد الشباب هنا يعني ما هو الأمر، في تعب بالنسبة لعملكم؟ كثير. لا والله يا أخي، بما أنه بسم الله ما في أي تعب من أيام، ولا وإحنا جاهزين شو نقدر نقدم بسم الله جاهزين. بالنسبة لتأمين المواد نقلها الحمد لله، يعني الشباب هم عالي وهالموضوع هذا ما في كسر نهائيا. نعم. كمان في مستودع قبل ممكن نشوفه مثلا؟ في عندنا بعض السلل الجاهزة إن شاء الله. هذه السلل جاهزة الآن للتوزيع إن شاء الله عز وجل، فنحن بدنا نحاول نحصي كمية أكبر من السلات حتى تكون الحملة حملة التوزيع شاملة إن شاء الله. طبعا هذه السلة جاهزة للتوزيع. هذه السلة جاهزة إن شاء الله للتوزيع. يعني المواد فيها عندنا في شاي، في سمنة، في عندنا 5 كيلو سكر، 5 كيلو رز، طنينة مثلا زيت، في عندنا شعيرية، في عندنا أندومي، في عندنا مربى البندورة، في عندنا يعني هذه طحينة. طيب كمية أو السعر هذه السلة يعني كم؟ يعني هاي أقل شيء 3000 ليرة. 3000 ليرة سوري كلها عليها. والأسعار يعني في ازدياد، هلا كل ما عم نروح على مكان لحتى نأمن بعض المواد يقولون لنا الأسعار في ازدياد في ازدياد. فنحن نحاول قدر الإمكان نجلب المواد كاملة حتى نخفف من السعر وتزداد عنا كمية السلات إن شاء الله. يعني ارتفاع الأسعار يزيد من صعوبة تأمين المواد. شايفين هون كمان في أغراض؟ هاي بعض الأحذية. نعم. بعض الأحذية إن شاء الله نحاول كمان قدر الإمكان أن نجلب العوائل الفقيرة، العوائل الأيتام مثلاً المتضررين. نحاول أن نؤمن بعض هذا ما لدينا يعني أو كميات قليلة عندنا من المواد هذه. بالنسبة للألبسة ممكن نحتاج إلى ألبسة، خصوصا الألبسة الصيفية. نحتاج بعض الألبسة الصيفية حتى، لأنه الناس والله فقيرة والناس محتاجة، كل الناس أصبحت محتاجة، ما عاد في حدا أنه واحد غني أو فقير أو كذا، الناس كلها أصبحت محتاجة. الثورة صار لها 2.5 سنين، فالناس كلها تعاني الآن من الفقر والحاجة.
نرجع نستكمل نشوف الشباب. تفضل. هنا العمل مستمر ان شاء الله. العمل مستمر ان شاء الله لتأمين 1000 سنة ان شاء الله عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم. في كأنه أهرامات أو ألبسة. الأهرامات المقدمة أيضا من أهلنا في قطر وبعض الدول الإسلامية، هاي من فصل الشتاء إن شاء الله عز وجل، فنوزعها على حسب الحاجة. يعني إذا في ناس نزحت جديد من القرى، صار في نزوح أو صار في شيء، فنحن نأمن المستطاع للأهالي النازحين من القرى إن شاء الله عز وجل. الخطوة التالية طبعا بعد التعبئة هاي. بعد التعبئة إن شاء الله سنحاول تأمين السيارات وتوزيع هذه المواد على القرى إن شاء الله عز وجل، وخصوصا على الأخوة النازحين أو الأخوة عوائل الشهداء، عوائل المعتقلين، عوائل الجرحى، فكل إن شاء الله هذا مخطوب حسابهم إنه نغطيهم بإذن الله تغطية كاملة إن شاء الله عز وجل. حاليا المواد كاملة ولا في نقص احد المواد مثلا؟ لا راح يتأخر عملكم شوي. والله ان مادة الشاي في نقص، مادة الشاي، فان شاء الله خلال ساعات بتؤمن باذن الله تعالى. نحن الان كمية هذه تكفي لألف سلة. نعم. الموجود لألف سلة نقص عنا مادة الشاي، فبعد ساعات ان شاء الله عز وجل يتم تأمينها باذن الله تعالى. فريق العمل اللي قام على هاي الحملة الكبيرة يعني طلب جهد وعدد اشخاص كبيرة. نعم. كم من الاشخاص اللي قائمين على هاي الحملة؟ والله القائمين حاليا شيء 15 شخص ان شاء الله عز وجل. وكلهم من الاخوة المتبرعين. متبرعين ان شاء الله عز وجل، خدمة لله عز وجل وخدمة للاخوة المواطنين ان شاء الله. بدون اي اجر يعني؟ بدون اي اجر؟ لا، أو لقاء ما عندنا اي اجر مقابل اي اجر، لا ما في اي اجر. وهذه الحملة اسمها حملة عطاء إسلام عطاء، يعني نحن خارجين لله عز وجل بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل القبول إن شاء الله عز وجل. ولا ما عليك يا بشار. عبي